كل هالاجراءات بتدل ان احنا الشعب الفلسطيني احنا الشعب الجبارين اطلع احنا الشعب الجبار. إذا مشاهدينا الكرام نتابع معكم هذا البث المباشر من بلدة الطور بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمستشفى المطلع في مدينة القدس وتحديدا هنا في بلدة الطور. قوات الاحتلال حولت المكان إلى تكنة عسكرية بتواجد كبير من قوات الاحتلال. نشاهد هنا أعداد من أهالي مدينة القدس الذين تواجدوا في أقرب نقطة استطاعوا الوصول إليها ورفعوا الأعلام الفلسطينية في وجه الاحتلال. هنا سيدة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني في وجه الاحتلال. السيدة الفلسطينية ترفع العلم الفلسطيني هي الحاجة نفيسة خويس المبعدة عن المسجد الأقصى المبارك بقرار من الاحتلال دون أي ذريعة فقط لمنع تواجدها في المسجد الأقصى المبارك. الآن تتواجد هنا في مكان سكنها في بلدة الطور وترفع العلم الفلسطيني في وجه الاحتلال الذي يحول البلدة إلى ثكنة عسكرية لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستشفى المطلع. أيضا أشينا قبل قليل أيضا تم محاولة مصادرة العلم الفلسطيني من أحد النشطاء المقدسيين المتواجدين هنا بالإضافة أيضا لمصادرة بالونات هوائية. ولكن استطاع استرداد العلم الفلسطيني بعد مصادرته من يده. يعني الوضع نشاهد هنا منع المتواجدين من الاقتراب أكثر من هذه النقطة. يعني نحن بعيدين بضعة أمتار عن مستشفى المطلع، هذه أقرب نقطة استطاعوا الوصول إليها بسبب منع قوات الاحتلال من التواجد أو الاقتراب من مستشفى المطلع. أهالي مدينة القدس هنا يحاولون إيصال رسالة للإدارة الأمريكية بأن القدس عربية عاصمة فلسطين الأبدية، بالإضافة أيضا للمطالبة بالعدالة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل التي قتلت برصاص الاحتلال بقناص إسرائيلي تم قتلها في مدينة جنين وهي تحمل الجنسية الأمريكية. ولكن التحقيقات الإسرائيلية الأمريكية لم تؤكد أن الرصاصة هي من جندي إسرائيلي رغم أن كل الدلائل والحقائق تؤكد هذه الحقيقة. هنا الفلسطينيون يطالبون بالعدالة لشيرين أبو عقلة، يرفعون العلم الفلسطيني والصور الصحفية شيرين أبو عقلة هنا في بلدة الطور في أقرب نقطة استطاعوا الوصول إليها. نتابع معكم هذا البث المباشر. الفلسطينيون هنا لا يعولون على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن
وخاصة من ما شاهدوه من تصريحات بدعمه للاحتلال وأيضا لتوطيد الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. يعني وخاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يأخذ أي خطوة ضد الاستيطان الذي يعني يقتل فكرة حل الدولتين، وهنا يؤكدون أن جو بايدن جاء فقط لدعم الاحتلال. يعني أشير أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خصص 3 أيام من جولته للاحتلال، بينما منح الجانب الفلسطيني فقط 40 دقيقة. يعني هذا ما يشاهدونه الفلسطينيون من تهميش متعمد من قبل الإدارة الأمريكية. للقضية الفلسطينية. إذن هذه الصورة المباشرة الآن من بلدة الطور في مدينة القدس. ايش يا ولد؟ אנחנו נראה לי נסתדר מפה, אנחנו...